السؤال الأول والأصل الأول من الأصول الثلاثة والذي تُسأل عنه في قبرك من ربك؟ لابد أن تتعلم هنا الإجابة وتعمل بها وتدعو إليها حتى تجيب في القبر naučiš, radiš, njem bi, na, الإجابة تقول ربي الله je, Allah. الذي رباني أي أمدني بالنعم

Širke. ونأمر الناس بعبادة الله ونحذرهم من ترك عبادة الله وعبادة الطاغوت أو الشرك مع الله I, um, Allah, ta, širke, ta, puta, Allah, فكيف نصرف العبادة لغير الله وهو سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق سبحانه وتعالى والله أعلم